مشاهدي فضائية أم درمان، مرحبا بكم في حلقة جديدة من الرجل في غضة النساء. لبنى خيري، ملاذ حسين، وسارة الضيف. ضيف هذه الحلقة هو الفنان المعروف صاحب القاعدة الجماهيرية العريضة، الذي تغنى بعدد من الأغنيات، منها العاطفية ومنها الوطنية. ضيف هذه الحلقة هو الفنان الأستاذ سيف الجامعة. مرحبا بك. شكرا جزيلا، كل سنه وانتم طيبين ومتحلين بخير. من حسن الى احسن، تحيه للصديق حسين الحوجري في شهر رمضان الطويل، واتمنى ان ربنا يبلغنا جميعا ليله القدر. استاذ سيف، الاسم الثلاثي سيف الدين محمد الحاج بابك. انت راضي عن الاسم ده؟ طبعا خالص خالص. والجامعه دي شنو؟ الجامعة دي أمي تقريبا. كيف؟ طبعا لأنه أنا لما بديت من الجامعة، كنت طالب في سنة ثانية بالتربية لغة إنجليزية، وكده طلعت في عملت أول كاسيت كان باسم سيف الدين محمد على فكرة، وبعديه كان عمل حفل تجاري في كازينو الأزرق، وكان معايا الراحلين العمالقة زيدان إبراهيم وإبراهيم عوض، فقام هم اللي اطلقوا علي اسم سيف الجامعه، وانا ذاته فوجئت بالاسم في البوسترات في الشوارع. ليه يعني قالوا سيف الجامعه؟ عشان بس قالوا سيف الدين محمد الحاج بابكر دي ما تنفع طويله اسم لفنان يعني. ابوي زعل طبعا من الحكايه دي جدا، بعدين قال لي يا اخي انا اسمي محمد خير الاسماء، يعني كيف تزوغوا من اسمي يعني. فزعلان من الحكايه دي لفتره، لكن في النهايه الرضا يعني، في النهايه لانه لقب يعني. الانتماء لجامعة زي جامعة الخرطوم حاجة مشرفة، أنا سعيد به وسعيد بالفترة الجميلة اللي قضيتها في جامعة الخرطوم، وميزني يعني عن كثير من الفنانين. يعني على سيرة جامعة الخرطوم، علاقتك شنو بدار النشر جامعة الخرطوم، أو هل هي الوظيفة الأولى؟ صحيح، الوظيفة الأولى كانت التدريس، لكن فيري شورت يعني، كانت يعني تيرمين يعني، أو سنة دراسية واحدة في الخرطوم الثانوية القديمة بنات، وفي الرباعية الأهلية. ليه ما وصلت؟ ما وصلت لأنه طلبوني للخدمة في جامعة الخرطوم، إدارة جامعة الخرطوم للنشر، مسكتها كأصغر مدير قسم، مسكتها مدير الدعاية والإعلان والعلاقات العامة في عهد الراحل علي المك وبروفيسور زهير حسن بابكر. يقالوا انه اشتغلت فيها عشان علاقتك وصداقتك بزهير حسن بابكر. لا ما كده، الصداقه نشات بعد كده. زهير كان شايف فيني انا زول، باعتبار انه زول خريج جامعه الخرطوم، وفي نفس الوقت نجم يعني وظاهر في المجتمع وكده، والوظيفه كانت تحتاج لشخص معروف عشان ينجز الاشياء والابواب تتفتح قدامه. وزول عنده افكار وعنده علاقه بالميديا وحاجات كده. يمكن دي كانت رؤيته، وده تفكير بيعتبره خارج الصندوق. يمكن في ناس كثيرين كانوا محتجين، بيعتبرونا صغير يعني، على حتى فكرة انه اكون رئيس قسم دي، لكن الحمد لله الواحد اثبت وجوده في الفتره دي. قعدت فيها كم؟ يعني من اوائل الثمانينات 82 84 لغايه 90، 6 سنوات. استاذ سيف، يمكن نجحت في المجال ده، لكن الاشكاليه الكبيره انك فشلت بالنسبه لانتخابات الاتحاد او الجلوس على مقعد رئيس الاتحاد، والمنافسه اللي كانت خطيره جدا، والصراع اللي حصل بينك يعني في الانتخابات اللي حصلت وفوز بروف سيف. احكي لنا شعورك. ولا حاجه، هو 7 اصوات كان الفارق. هي الفكره انه انا تصديت لخدمه زملائي يعني، وبناء على ضغط شديد جدا من الجمعيه العموميه. لكن الانتخابات دي طبعا فيها حسابات اصوات يعني، ممكن صوت واحد يسقطك طبعا. فانا ما حزنت، بالعكس انا هنيت دكتور محمد سيف لحظتها، وقلت له انه ده بيتنا يعني، في النهايه احنا ما عندنا حل، احنا وشوشنا في وشوش بعض، والمهنه بتجمعنا والدار بيجمعنا، وعليه نحن قبلنا نتيجه الانتخابات، وانتم حتظلوا اخوان وزملاء، لكن هنظل نراقبكم الدوره الجايه ونشوف انجازاتكم، واذا احتجتونا للمساعده جاهزين. نجح محمد سيف يا استاذ سيف؟ جاهزين برضه. نجح في رايك؟
والله انا في رايي الدوره اللي فاتت ما كانت احسن من ما قبلها يعني. يعني نفس الوتيره ونفس طريقه التفكير نفس النمط. الاتحاد في مكتبه التنفيذي وفي لجنته وحتى في رأسه الطريقه اللي بيدار بها محتاجه اعاده نظر. لانه الطريقه اللي احنا هسه بندير بها الاتحاد وبيدار بها الاتحاد عفى عليها الزمن يعني ثلاث اربع دورات ورا بعض نحن بندير الاتحاد بنفس الطريقه وبنفس الفكر كانه الزمن لم يتقدم دقيقه واحده. فانا افتكر انه محتاجين لثوره اداريه داخل هذا الكيان ويدار كمنظمه مجتمع مدني لها تاريخها الطويل. يعني اتحاد الفنانين عمره قريب 57 سنه. من اوائل الاتحادات المهنيه في السودان بالمناسبه. وقام كنقابة ورابطة للفنانين. وفي عهد مايو رجع بقى اتحاد بقى جمعيه ثقافيه. يعني مشكلتهم معك شنو؟ مشكلتهم معك كسيف في خسارتك دي ولا مشكلتهم مع برنامجك؟ ما في زول عنده مشكله مع سيف من ناحيه شخصيه انا بعتقد. التجديد دائما بيواجه اعداء يعني في ناس معنا برنامجك اللي فيه مشكله. ايوه طبعا عباده الفكره. انت كنت شنو عايز تجيب جديد؟ انا بفتكر انه اول شيء الدار ده المفروض يتفتح للشباب. والدار ده مغلق. والدار ده متوقف ومتجمد. يعني الاتحاد ده المفروض يتفتح للشباب ودي سنه الحياه وده شيء طبيعي يعني. وانا واحد من الناس اللي قاعدين يحتجوا على انه الشباب ده ما لاقين من ياخذ بيدهم يعني او يوجههم او يتعلموا من خلال زي ما نحن حصلينا يعني. احنا انا دخلت الاتحاد وكان في عثمان حسين واحمد مصطفى ومحمد وردي عليهم الرحمه جميعا وعمالقه الفن كويس. تعلمت منهم اشياء وتحت لي فرصه زي دي. انا داير الشباب ديل تتاح لهم فرص انهم يلاقوا الفنانين الاخرين الكبار الموجودين رب يديهم العافيه كلهم ويتعلموا منهم تقاليد المهنه. اثنين عشان الاتحاد ذاته يتحرك ويكون عنده دخل لابد يكون في فنانين يعني. استاذ سيف لكن عدوا على الاصابع يعني. يعني تعد دي ابرز مشاكل اتحاد الفنانين؟ واحده من ابرز المشاكل. طيب انت شايف انه المشاكل ممكن تكون شنو لاتحاد الفنانين؟ والمعالجات ذاتها ممكن تتم كيف؟ سواء انت ارتضيت بالنتيجه او لا. هي شوف انا احنا هسه على ابواب جمعيه عموميه جديده. وفي رؤى انا طرحتها في السنين اللي فاتت الان مطروحه نفسها يعني. ومطروحه من القاعده ومطروحه من ناس ينزلوا الانتخابات عشان يخشوا المكتب التنفيذي. نفس الرؤى اللي هي استثمار الامكانات البشريه والماديه للاتحاد باعتبار انه الاعضاء ديل ثروه قوميه. فتح ابواب الاتحاد ده عشان المعون لما يكبر البركه بتزيد يعني. طيب. كذلك الاتحاد المفروض يكون عنده دور في المجتمع يعني. الليله احنا عندنا مشاكل مثلا فيما يخص الذوق العام يعني. الأغنية السودانية زمان كانت بتطلع من إذاعة أم درمان فقط وتلفزيون أم درمان. الآن الأغنية بتطلع من اتجاهات كثيرة ومن دور عديدة ومن بيوت ومن شلاليات ومن خلاف. والاتحاد ده عنده دور مفروض. لكن الاتحاد بيقدر يضبطها؟ يقدر معنويا. الاتحاد ده عنده سلطة معنوية. يقدر إنه يجتذب هؤلاء الشباب ويوجهه. التوجيه ما لازم يكون مباشر يعني. أنت الليلة لما تقتدي بغيرك اللي هم بيعملوا حاجات كويسه وقاعده تنجح اعتقد انه في النهايه بتنجح. لا لكن في مشكله بتاعت انه في جيل بيفكر بطريقه مختلفه عن الجيل اللي قبليه يعني. بالظبط كده حقيقه. طيب فانت حتوجهه كيف؟ ما حيغني لك بنفس طريقتك القديمه. اوكي لابد ان احنا الناس يصلوا الى منطقه وسطى. وطبيعي في العالم كله الجيل الجديد الشباب عنده افكار جديده. ونحن ما بالضروره احنا نحارب افكار الشباب. وسائل الانتشار ذاتها زادت وتطورت بعد تطور الدنيا. ما عاد في كنترول طبعا. السماء المفتوح ده وفي السايبر وفي مواقع التواصل الاجتماعي كده ما تقدر تسيطر على حاجه. لكن على الاقل كويس لما انت تنشر فن السمه الغالبه عليه فن ملتزم وفن بحب البلد دي فن عايز ربي فن يعني مثقف فاهم يكون هو ده الغالب بيكون المسائل موجوده. استاذ سيف في تناقض كبير. الغالب اصلا في تناقض في مواقفك يعني. انت من جهه تتحدث عن اتاحه الفرصه للشباب بدخول الاتحاد وايجاد مساحات. نفس سيف اللي بيرى انه الشباب ما مفروض يتغنوا باغانيهم وما مفروض يتغولوا على ويكون عندهم حياتهم الخاصه ونتائجهم في حين انه انتم كنتوا في مرحله برضه بتقلدوا وكنتوا بتاخذوا من الكبار وكده. ماذا تقول عن ذلك؟ على فكره انا ما عندي اي مانع ولا اعتراض في انه زول يغني اغاني.
انا فاتح استوديو كويس بنتج غنايه ده وبتعب فيه كويس وعشان اقدمه للناس بصوره ما. عندك راي في الفنانين الشباب؟ لا يعني انا عندي راي في الطريقه المفروض اغني بها دور غناء وكيف يعني. لكن انا ما ضد انه الناس تغنوا غناء، انا كنت قاعد برا السودان سنين طويله الناس بغنوا غناء ما منعت زول يعني. وحتى بعد ما رجعت انا ما منعت زول. لكن كون انك تعيش على غناء يكون ده شغلك. طيب انا بقيت فنان، انا ذاته ما قلدت الفنانين. فتره بسيطه من عمري الفني يعني. لا 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 بتغني غناء بالعناد مره بغن. مره اي من باب تحت ضغوط مرات مثلا تكريم مثلا تأبين مسائل زي دي بتبقى بنضغط عليك انك تعمل. لا بس لكن غناك ما بجيب عدادات، الغنى القديم بجيب العدادات بجيب القروش. لا بجيب انا الحمد لله كل اغانيك بتجيبها؟ كل غناي بجيب. انت بتلاقي اغنيتين ثلاثه كده الناجحات لكن لا الباقي. لا ما هو العداد ده شنو بيت العرس يعني؟ لا حتى التلفزيون بيت العريس المناسبات الكبيره انا ما ممكن اجيب سيف الجامعه عشان اغني غناء وبس، بالتاكيد بيكونوا عادل لهم اربع خمس اغنيات. ما هو ده تفكير برضه تقليدي كويس بتاع انه انا اجيب. لكن ده السوق بجيب انا ما السوق ده ما خلاص السوق ما المفروض يحكمني انا اصلا كويس خالص. السوق ده بعمله انا، الذوق بيتعمل بالتكرار يعني اغنيه سيف اللي تتقدم الليله كويس اذا ما لقيت مجتمع الليله بكره بتلقاه. بس انا المفروض اكون مقتنع بحاجاتي ودافع عنها. ثم ثاني الفنانين الكبار اللي رحلوا عن دنيانا دافعوا عن غناهم واصروا عليه. في انا اقول لك حاجه مهمه جدا، استاذ محمد النمين الان موجود بيناتنا، في يوم من الايام كان في ناس بيكفروا الراديو كويس، الان محمد النمين هو الفنان الاول في السودان. ترباز قال لك اجره بيساوي 20 مره قدر اجرك اللي انت بتاخده يعني. سيف الجامعه ما فنان شباك، ما فنان شباك. لا ده انا بسميه لكن هي صح يعني، انا بسميه يعني بوبارك. هو صح اجر ترباس ما في نسبه بينه وبين الاجر بيتقاضى بتشير كامل الحفلات يا سيف. ما صح انت فنان شباك. انا اوريك ما صح لي. اذا كانت الفكره هي يعني بتقاس بس بانه انا باخذ كم واتغافل عن باقي ادواري في الحياه بيبقى كلام ترباس صحيح كويس. لكن الفنان عنده ادوار كثيره غير مدفوعه الاجر على فكره، لكن مدفوعه الاجر من ناحيه معنويه ومن ناحيه ادبيه، احترام عند الجمهور، احترام عند المجتمع، مساهمات انسانيه وخيريه وغيره وحاجات كثيره. احترام ما باكل عيش كويس؟ بياكل عيش. باكل عيش؟ الاحترام بياكل عيش. يجيب قروش يعني؟ الشرف بياكل عيش، كل حاجه بتاكل عيش كويس؟ وبعدين هو اكل العيش ده اذا ما يعني انت اجتهدت فيه وعملت حاجاتك بشكل جيد كويس وحصل لك ساتسفاكشن بتاع انه انت قدمت حاجه قاعده في التاريخ كويس ما داير ايش ده خلاك يا سيف تغني تحيه الشعب السوداني تحول لا تنحني وتغنيها للرئيس وتقول دعم لل يعني ضد المحكمه الجنائيه في حين انها كانت عندك تصريح زي ده في حين انه انت غنيتها في مصر وانت في الوقت ذاك اشبه بالمعارض وغيرت اسمها سميتها لا تنحني من التصريحات وقلت الرئيس لما سمعها بكى. في كثير من التصريحات بتنسب لسيف الجامعه غيرت اسمها ليه؟ معلش هي انا ما غيرت حاجه. هي في كثير من التصريحات بتنسب لسيف. انا قبل ما اسافر الكويت بشويه يعني في تصريحات نسبت لي وانا ما قلتها. طيب انت ما سميتها لا تنحني؟ هي اسمها لا تنحني اصلا من البدايه ما كان اسمها تحيه للشعب السوداني وانت برا؟ نو غنيت ليه امام الرئيس؟ اغنيها الرئيس ده بالنسبه لي ما جمهور زيه زي ما انت كنت معارض لكن موقفك تغير يعني؟ لا موقفي ما تغير، انا اسالوني انا بغني شنو؟ انا مسؤول قدام الشعب ده كله يا نوع من الغنى انا بغنيه، انا بغني للحريه وللديمقراطيه وللتداول السلمي للسلطه، بغني للشعب السوداني ده لكن ما غريب يا استاذ سيف تغيير مواقف ما غريب يا استاذ سيف تغني يعني ما غريب انك لا فنان معلش ما غريب انك تغني مريم ومي ومريم محمود وتيجي تغني اغنيه قدام الرئيس ما غريب كيف ما غريب؟ غريب ما ده خط مختلف لكن لا ما خط تغيير يعني انت تغنيت لشاعر الشعب محجوب شريف لا 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 ده ما خط مختلف يعني مريم محمود نحن بنرى انا شخصيا برا دقيقه انا برا كويس انه كل المنابر المتاحه للغنى ولا للكلام ولا للشعر ولا ايفر ما ملك لي ملك لكن انت رايك ما ملك لي زول ما ملك لي زول ملك للشعب ده انت مسؤول انت في المنبر المعين بتقول شنو انت محاسب بده
لكن جمهورك اللي يعجب جدا بتجربتك بتاعت مريم ومي ومريم محمود لا بيخزل لما يحس انه انت ممكن لا تغني في هاجمت لما حولت يعني او قبلت انه انت بتتكلم عن حولت انا ما حولت. طيب انا بتكلم عن طبل العز ضرب برضو بقت هي شعار لعدد من البرامج التعبويه وبرضو دي كان فيها كلام كبير جدا ضد سيف. طبل العز ضرب لما اتعملت سنه 85 اللي قاضي ما كانت موجوده اصلا اتغنت بعد ذاك ما تغنت تاني غير إنها من الإذاعة ومن التلفزيون باستمرار كويس؟ كل ما تحصل حاجة في البلد الغنية يبديوها انت حولت مؤتمر وطني يا سيف؟ أغنية وطنية حولت مؤتمر وطني انت؟ عمومية منو؟ انت حولت مؤتمر وطني؟ حولت من شنو؟ ما هو انت كنت بتقول انا ما عندي انت كنت أمة ما نمشي بعيد كان عندك انتماء لحزب الأمة ما نمشي بعيد كان عندك انتماء لحزب الأمة انا ما انتميت لأي حاجة انا منتمي للشعب ده ما عندي حزب ولا مطور وطني ولا غيره ما كنت معارض برا؟ كنت عندك معارض. رايك في الحكومة؟ كنت معارض ولازم لو شفت حاجة بتستدعي المعارضة أنا موجود بقول أنا ما في زول ما رايك في المؤتمر الوطني شنو؟ رايك في المؤتمر الوطني ما بيتقال في برنامج تلفزيوني بالشكل ده لا لا ما أنت دلوقتي احنا بنتكلم عن الرأي ده ما أنت كنت معارض يا سيف يا كان عندك رأي في سياسات الإنغاز يا ستي والآن بعض أغانيك تستخدم الغنوات الحكومية في التعبئة يعني التعبئة وكذا الغنى ده متاح للناس كلهم على مختلف انتماءاتهم كويس انا ما مسؤول عن ما يسمع المؤتمر الوطني المؤتمر الوطني ده حزب عنده حاجات بيعمل فيها ما انت فنان في بداياتك في بداياتك الفنيه طلع عليك شريط فيه واناشيد اسلاميه علاقتك شنو طيب بالتيار الاسلامي وكده انت بتقول انا ما مزال التيار الاسلامي علاقتي بالدين الاسلامي الدين الاسلامي ده ما هو حكر على التيار لا يعني المتذكر لظلام لا معليش لظلام الليل معنى يشتفي منه اللبيب دي كانت مديح يعني ما كان شاد عرفاني كويس اللبيب ده يشتفي بالقران هذا كلام في 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 ذات الالهيه في حبنا لله كويس اللي هو ما بالضروره بيصنف يعني ما عنده علاقه بالتيار الاسلامي نهائي خالص نهائي. طيب يا استاذ سيف انت قلت انه يعني الفنان عنده عده ادوار تجاه المجتمع اللي هو موجود فيه بعدين حتى اختلافنا مع التيار الاسلامي ما في الدين يعني الدين ده دين الناس كلهم ودين الشعب السوداني لا الأناشيد الإسلامية دي هي شعارات بتمثل تيار استخدموها كتمثيل لهم لا ما اسم أنا بالنسبة لي ما كان اسمها الأناشيد الإسلامية طيب أنا بالنسبة لي اسمه الإنشاد العرفاني أنا غنيت لظلام الليل معنا وغنيت غصنباني فوق والبدر وبدأ ودي عملها غصنباني فوق والبدر وبدأ النابلسي غنيت زدني بفرقة الحب فيك تحيرة لابن الفارض وما اعتقد دي جبهة اسلامية كويس ولا تيار اسلامي كويس دير صوفية كويس ومعروفين كويس وهكذا يعني انا ما قاعد اتعامل لا يعني صدف الشريط ده مع الوقت ذاك والوجود ذاك ما صدف كان في حاجة اسمها رابطة النوباوي للآداب طيب كويس حتى الأستاذ حسين خوجة اللي كان واحد من الناس أعضاء نحن كنا عندنا حاجة اسمها منتدى الحروف وإذ برضو كان في أعضاء أبو قرون عبد الله تجاني حاج موسى ناس كتار يعني بالإضافة لحسين قوجري سليمان عبد التواب عدد من الناس يعني طيب. وإذ في واحد من أشهر رمضان سنة 88 تقريبا طبعا ما لا يخفى عليكم أنه شهر رمضان شهر يعني روحانيات يعني نعم. فكنا بصدد أنه إحنا قوم ننتج الشريط وللأسف الشريط ده ضائع يعني ما طلع بس مستوى اللي إحنا المفروض نعمله ننتج شريط فيه أغنيات وإنشاد عرفاني كويس وعملناه بطريقة جيدة جدا لكن اللي خلى الفني في الشريط نفسه الشريط ما انتشر وأنا بعد كده حتى الآن يعني في تجربتي الحالية أنا الآن جاي من في المولد مشيت في مصر وقدمت أغنية دينية كبرى بعنوان قضيتي في مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم بتقول وقفت في الأرض التي بنوركم قد أشرقت وفوق رأسي نعل كظل رسول الله أتلو عهدا وميثاقا وأقر ببيعتي كويس فكونك إنك تكون قريب من ربنا أو قريب من الرسول أو بتحب الله وتحب الرسول ما بالضرورة يتم تعرضه ممتاز طيب ده جانب يا أستاذ انا يعني ما خليتنا اكمل لك سؤالي إن انت ذكرت انه انت يعني الفنان عنده ادوار مختلفه نعم. واحده من ادوار الفنان انه هو ينحاز شويه كده للشعب يعني بما ان أنا انت منحاز ما قلت رايد بشكل أنا سريع ما يحسوا كثير جدا ما شويه استاذ سيف لكن انا عندي رؤيتي معلش انت سئلت بشكل واضح عن رايك في المؤتمر الوطني ولم تجيب
رغم انه الشعب السوداني سالت عن رايك، سئلت عن رايك في المطار الوطني ولم تجب بشكل واضح، لكن ينبغي انه طالما انه انت طرحت نفسك انه انت فنان شعب وعندك جمهور عريض تعبر برضو عن الراي في الجهه دي. انا لا اوافق على كل ما يسمع المطار بل غنى، لكن ما تمشي تغني لا في محافلهم، يعني انت ممكن تغني في اي منبر حزبي بما فيهم المطار. في حاجه انا ما متفق عليها او ما موافق عليها قاعد اقول انا ما موافق عليها، لكن بتمشي تغني عندهم يعني لو دعوا. ما لو افرض هسي انا غنيت مثلا في في الحزب الشيوعي، دار الحزب الشيوعي، ما غريب ما انت غنيت. دقيقه، هل انا شيوعي؟ يعني ده فهم مغلوط للحاجات بالمناسبة. يعني فكرة إنه أنت مشيت غنيت في حزب الأمة معناه أنت بقيت حزب الأمة، وجيت غنيت في دار المؤتمر الوطني معناه أنت كل الأحزاب حاجة. الغنى ده، الغنى ده غنى كويس، الغنى ده غنى بدون أي تغيير. ممكن يحسب عليك لكن يا أستاذ سيف خليه يحسب، ما دي ما ليش ده ما ليش كان. أنا زول من دعاة الوعي ومن دعاة قبول الآخر، من دعاة إنه الناس اللي ما قاعدين يسمعوا غناي ده يسمعوه ويفهموه. أقول ده موجه للشعب كويس، وموجه لخير البلد دي ولاستقراره. يعني الشعب ما ممكن يسمعوا الا في يسمعوا دقيقه. ها انت بتفتكري انه المؤتمر الوطني ده ما شعب؟ انا بفتكرهم شعب. انا كفنان ممكن تغني في حفلات المؤتمر الوطني او احتفالاتهم، معلش ممكن تغني لهم حاجه معارضه؟ اول شيء انا ما يحصل اطلاقا ان غنيت في دار المؤتمر الوطني. طيب ده في اي احتفالات عند علاقه بالحكومه غنيت؟ الاستقلال اللي في المناسبات القوميه الوطنيه العاديه، لكن مثلا مناسبه عميل المؤتمر الوطني مثلا عشان يعمل حاجه معينه او حمله انتخابيه. قروشهم كثيره؟ منو؟ قروشهم زي قروش الناس والله. ما انا عندي انا عندي ريت محدد انا بمشي له ولكل الناس. نعم استاذ سيف، يمكن عايز ارجع ثاني لترباس. يعني الصراع الوصل لحد كبير جدا انه ترباس يقول لك انا زي البيبسي. يعني كانت شينه جدا، تشربني اهضم لك تخجني اطلع لك من الخريج. انا ما مسؤول عن الكلام اللي بيطلع. ايوه انا اسالك، لماذا وصلت الصراعات بينك وبين ترباس اولا ثم وردي الفنان العملاق رغم انك اعتذرت لي بعد ذلك، لكن لماذا يدخل سيف؟ سوء فهم ما كان صراع. نعم ايا كان، هو في النهاية أسرته ذاتها رفضت يعني قريبه إنه تاني يكون في تعاون فني بينكم، لكن أيا كان هؤلاء أكبر سنا أكبر تجربة بالنسبة لسيف الجامعة، ليه دخلت نفسك في الصراعات دي أصلا؟ والله شوف أنا المرات الصراعات دي بتجيني في مكاني، أنا ما قاعد أدخل نفسي في حاجة. كيف تجيك مع ترباس البدا منه؟ يعني ما في ذول بدا أصلا، ما كان في سبب ذاته أصلا للصراع. جاي تفتش الماضي كيف تقول عايز تغيره؟ ما كان سبب للصراع ده. أنت بتقبل زول هاتش يشيل واحدة من أغانيك؟ دقيقة، من وجهة نظري جاي تفتش الماضي اللي هي بلحن كمان ترباس لما اشتهر الداك، قبليها كان في جاي تفتش الماضي بلحن يوسف السماني وتخرج بيه من معهد الموسيقى والمسرح. هي محاولة بتاع التجريب كويس، انا بالنسبه لي كان تجريب انه ده لحن مختلف وده اللحن ده ما بيلغي ده كويس. دي وجهه نظري انا، الفن ده مجال التجريب فيه واسع كويس. المهم في الامر لا ما انت عارف القصه شنو هي؟ ما هي القصه انه هي تفتش الماضي عايز يغير في لحن السماني. استاذ يوسف السماني، دكتور يوسف السماني جاب لي لحن باعتبار انه قال لي ده لحن جاي تفضل الماضي الاصلي اللي انا عملته وتخرجت به. طيب. من معهد الموسيقى والمسرح. والكلام ده طرف فيه تجاني حجموس الشعر كبير يعني. طيب. كان موجود في هذا الامر، قال لي يا اخي نحن عندنا رغبه انه نسمع الاغنيه دي يا ريت باللحن ده. اعاده توزيعها. اعاده توزيع يعني. والكلام ده ما تم في النهايه كويس يعني. فالغيامه قامت بغالي ترباس. ما من حقه يقوم الغيام؟ من حقه طبعا. طيب. وانا من حقي ارد كمان، انا ما عندي وجهه نظر وهو عنده وجهه نظر، هو قال بطريقته هو اللي بتخصه وانا رديت بطريقتي اللي بتخصني. انت معي اعاده توزيع الاغنيات يا استاذ. انا ما اسئت لزول ولا انا نوع الناس اللي بيسيئوا لزول ولا بسيء لزميل، وكمان ترباس انسان انا احبه جدا واحترمه. علاقتكم الان جيده؟ لا زالت جيده، وحتى لما هو عيان انا مشيت زرته كويس، ولا زال صديق وحبيب وكده. مسألة فورة كده ده، وفي النهاية رجعت إلى ما أنت ما ممكن تفور مثلا في نديدي مثلا زول يقول لك والله عايز أعيد توزيع دي. والله أنا عندي تجارب بتاعت إنه مفروض أفور وما فرت، لأن أنا شايف إنه الغنى ده ملك من يؤديه أحسن. أنا لو عندي ثقة في غناي لو الدنيا دي كلها غنته ما عندي مشكلة.